عليكم أخي أشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلين معي. وياك أحمد وأنك في المسن. أخي أشرف أنا أريد المتفر. في تقطيع عندك في الصوت يا أستاذنا، بس مين معي الأول؟ أحمد، منين يا أحمد؟ أنا عراقي بالأصل، تهجرت. يا معلش، وعندك برضه تقطيع في الصوت، حضرتك شيعي ولا سني؟ أنا من أهل السنة والجماعة إن شاء الله إن شاء الله. تفضل أستاذ أحمد. عيني أخ أشرف، بس مداخلة سريعة. فضل. أكو كتاب بحار الأنوار. نعم. ألو، المجلد 51. نعم. صفحة 163. نعم. آخر ثلاثة أسطر من هالصفحة. ويكملها الشيعي يفتخر بالصفحة 164 زين، وخليه يفتخر بالغائب ماله أين رح يحيي؟ رح يحيي دولة كسرى. الله يحيي الغائب ماله اللي هو. أنا موضوع برنامجي يا طيب، لماذا تفتخر إنك شيعي رافضي؟ إحنا منتظرين رد أحد الشيعة الاثنى عشرية على هذا السؤال. أنا بس أرجو من إخواننا أهل السنة. دا أزيد. نعم. دا أزيد حجة في الافتخار. تكرم يا طيب. دا أزيد حجة في الافتخار. جزاك الله خيرا أخونا أحمد، وجزاك الله كل خير. شكرا لك يا طيب. سلام. عليك السلام وبركاته. في حفظ الله يا طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلين معايا. أحمد السلام. شيعي ولا سني أحمد السلام؟ الحمد لله شيعي. هو أنت معمم يا أحمد؟ لا لا لا، الصورة ليست لي. الصورة ليست لك. تفضل، هل ما زلت شيعي وتفتخر؟ إن شاء الله شيعي والكل الفخر. طب تفضل أعطينا أدلة الفخر للتشيع اللي احنا بنطالب بيها. نعم. بقالنا ثلاث حلقات تقريبا. نعم نعم، بس أرجو أن لا تغلق الخط. ما هو أستاذ الفاضل هديك يا أستاذ الفاضل أحمد، عشان بس تبقى في الصورة وتعرف نمط برنامجي. أنا برنامجي مش برنامج حسينية مفتوحة أحكي فيها براحتي، كل حرف هتتكلم بيه هطالبك بالدليل عليه، تمام؟ فباخد الأمر جزء جزء، باخد الامر سنه سنه، لكن اسيبك تحكي وتروح. نعم. ماشي كده وكانه قالوا له والدنيا خلاص بالسلام، ما عنديش الكلام ده والله. تمام، جيد جيد، ولكن بدون مقاطعه. لا هقطعك لقيتك لا هقطعك، اسمعني يا استاذي هقطعك لاني هطلبك بالدليل على كل كلمه. اولا كده عشان الناس المستمعين تسمع معانا وتفهم معانا، ادله الفخر في التشيع اول دليل، اتفضل. اتباعنا للقرآن. اديني أصلا كيف تتبع القرآن أستاذ الفاضل، كيف تتبع القرآن ولا تملكون سندا للقرآن شيعي أصلا؟ يعني سند القرآن بالعكس، اسمعني بس، القرآن الآن الموجود بمشارق الأرض ومغاربها برواية شيعية. ممتاز. أنتم تضعفون هذه الرواية ونحن نسندها بأدلتنا ومبانينا. ممتاز، كلامك حلو، شوف كلامك جميل، وبتقول الرواية القرآن الموجودة الآن كلها بسند شيعي. اثبت لي أن من روى، شوف سؤالي وركز في سؤالي وحروف سؤالي، أن من لا. روى أي سند لقراءة كان شيعيا إثنى عشريا، ونفتح الكتب والمصادر ناخد كده. عايز تتكلم عن رواية مين؟ ها عشان نفتح مع بعض المصادر. الرواية المشهورة حفص عن حاصل. ممتاز أستاذ الفاضل، يبقى نكتب كده رواية حفص عن حاصل. ممتاز، تفضل. طيب. أستاذنا الفاضل الآن. اسمعني بس خلاص لحالك، اسمعني عشان حفص عن يا عاصم. أستاذ الفاضل ماذا تقولون فيه؟ يا أستاذ الفاضل التي أنتم تقرون بروايته وماذا نقول نحن فيه؟ يا أستاذ الفاضل الآن ائتنا بأن حفص كان شيعيا إثنى عشريا، وعاصم كان شيعيا إثنى عشريا، عبد الله السلمي كان شيعيا إثنى عشريا، عندك ثلاثة هيتبعوا مع بعض. فضل نفتح أي كتاب لإثبات أن هؤلاء كانوا شيعة إثنى عشرية حتى نقول أن سند هذه القراءة فعلا شيء إثنى عشرية. نعم. أنا عندي لك مفاجأة. نعم. عندي نعم. لك مفاجأة جميلة قوي، تمام؟ نعم. المفاجأة. نعم. 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 أقول لك المفاجأة الأول. تعطيني الوقت. هديك الوقت، بس هديك المفاجأة الأول عشان الناس تشوفها على الشاشة إن شاء الله تعالى. في كتاب الاعتقادات للميلاني، تمام؟ عارف ماذا يقول عن حول جمع القرآن الموجود وهذه الأمور؟ ولا نعم. ولا خلينا بعد ما تجيب الأول نبين للناس. لا لا اتفضل. لا 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 لا، أنت الأول عليك إثبات أن كل هؤلاء، بس هنفتح المصادر لما تيجي تقول لي حفص كان شيعي إثنى عشرين، نفتح كتاب كذا صفحة كذا
نعم. في الجزء كذا. نعم نعم. أي كتابة تقرأ مني؟ أنا راح أخذ شخص أعطيك من السنة ماذا قالوا. لا مالكش دعوة بالسنة. مالكش دعوة بالسنة. الله يصلح حالك. مالكش دعوة بالسنة. أنا عايزك تتكلم. لا 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 لا. أنا بكلمك عن الشيعة. يا أخي مالكش دعوة بالسنة. يا أخي مالكش دعوة بالسنة. وتتهمونه بالكذب وأنه ليس ثقة. إذا لماذا تقرأون؟ هذا سند شيعي. يا أستاذ الفاضل. مالكش دعوة بأهل السنة. أنت عيال الشيعة للشيخ الأمين. يا أخي مالكش عيال الشيعة. للشيخ الأمين. الشيخ الأمين. الجزء السادس. اسمعني بس. يا عمي اصبر. 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 الله يصلح حالك. نعم. أعيان نعم. الشيعة للشيخ الأمين بتقول هيثبت أن حفص كان شيعيا اثنى عشريا اللي هو لسه ابن امبارح. هيثبت هذا ولا تجيب لي من كتب الرجال أصلا ما تثبت ذلك؟ اسمعني راح يثبت أنه شيعيا كتب الرجال يا في أصحاب يا. الإمام الصادق عليه السلام. يعني إيه أصحاب الإمام الصادق؟ معنى هذا أنه شيعي اثنى عشري؟ نعم نعم لأن يأخذ من الإمام اللي يأخذ من الإمام شيعي اثنى عشري. يا أستاذ الفاضل بس معلش معلش هل كل يا أستاذ عبد الرحمن السلمي اسمع وعبد الرحمن السلمي تتهمونه بأنه عابد تشيع. يا أستاذ الفاضل يا أستاذ عن الإمام علي. يا أستاذنا الله يستحق. الرواية أصحابها شيعة ونقلوا الرواية عن الإمام علي. يا أستاذنا يا أستاذنا وأنتم هؤلاء الثلاثة حفص وعاصم وعبد الرحمن السلمي تضعفونهم وتتهمونهم بأنهم ليس ثقة. قلت اللي عندك قلت اللي عندك أولا حفص حفص أين ورد في كتب الرجال إنه كان شيعيا؟ تفضل في أي كتب من كتب الرجال المفيد راح أجيبهم لك بالسرعة. تفضل يلا المفيد. نعم ماشي. أعيان الشيعة أعيان الشيعة للشيخ الأمين الجزء السادس صفحة 301 يذكر أن حفص كان في أصحاب الإمام الصادق ويتلقى من الإمام الصادق. ده مين اللي قال الأميني ده كان مولود سنة كام حضرتك؟ صاحب أعيان الشيعة مولود سنة كام؟ الشيخ الأميني مولود سنة كام الشيخ الأميني؟ أرجع للمصدر أرجع للمصدر يا عم رد على قدر السؤال رد على قدر السؤال يا عم رد على قدر السؤال يا أخي أنتوا حافظين مش فاهمين رد على قدر السؤال أنت ليس من العوام أرجع أنا الآن بسألك سؤال يا أستاذ يا أستاذنا أعيان الشيعة للشيخ الأميني الجزء السابع صفحة 407 يقولون يعني أنتم تنقلون وعاصم بلا كلام كان من الشيعة وقراءة عبد الرحمن السلمي الذي قرأ من أمير المؤمنين علي عليه السلام. ممتاز خلاص حضرتك خلصت يا استاذنا الفاضل. يا استاذنا هؤلاء احدهم ليس ثقه. ممتاز استاذ حفص كذاب وعبد الرحمن السلمي فيه شيء بحفظه واسناده ليس قائم. اذا انتم تقرؤون القران انت كلمت تتكلم بس حالك يا استاذنا يا استاذنا يا احمد السلام يا احمد السلام يا احمد السلام يا احمد السلام امير المؤمنين ما بيفصلش هو كده ما بيفصلش يا استاذنا خلاص كده قلت اللي عندك ارد عليك بقى عشان الناس اللي بتقول ما بتديش فرصه للشيعة للرد. حضرتك ما شاء الله علامه بتقول لي حفص كان من اصحاب امير المؤمنين ومعنى هذا انه كان ثقه في النقل ماشي صح ولا مش صح؟ نعم. كم روايه رواها حفص عن امير المؤمنين اصلا؟ كم حديث؟ نعم كم حديث رواه عن الامام الصادق حفص؟ ما بحث في هاي النقطه. يا راجل اركن دي على جنب اركن دي على جنب اصبر اصبر اركن دي على جنب. هل معنى انه من نعم. اصحاب امير المؤمنين انه ثقه؟ نعم نحن اصبر. نثقهم وانتم انا بسالك سؤالي واضح يا استاذنا رد على قدر سؤالي. اسمعني لا مش اسمعك انا سمعتك وخلصت اللي عندك ودخلت في دور البطوله المطلقه. الله يسلمك اسمع 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 القرآن يا عمي اسمع من اشعار يا عمي اسمع يا عمي اسمع السؤال ما بيسمعش انت بتسالني لا تشوش على الناس هتسأل تشوش على الناس الخميس ان شاء الله هذا السنه حافظ عن عاصم انت بتتكلم مع نفسك وعايز تتكلم لوحدك. قول لي انا عايز اهرب يا اشرف لانك هتدخلني في ورطات بعد ما انا قلت اللي انا عايزه تمام. عايز تتعلم ادب الحوار اسمع اسمع الآن أنت بتقول إنه من أصحاب أمير المؤمنين فمعنى هذا إنه ثقة. سألتك كم رواية رواها طلعت ما شاء الله ما تعرفش. ثانيا سؤال المهم يا عم أنا بسألك سؤال المهم سؤال المهم يا عم أنا بسألك سؤال المهم هذا السند وأنتم يا أخي بطل الراديو اللي أنت بقى السؤال المهم السؤال
أسئلتي كيف تقرؤون هذا القرآن وأنتم تقرؤون في سندي؟ مش عايز يسمع إلى السنة إلى أخوان السنة كيف تقرؤون بهذا القرآن وتطعنون بسنده؟ يا عمي اسمع الله يستحق اسمع على اسمع اسمع وسيبك من التهريج. الآن نفند ما أنت ذكرت حول أن سند القرآن شيعيا، ثم نعود بعد ذلك إلى سؤالك هذا. أولا أنت ادعيت أن حفص كان من أصحاب الإمام، ومعنى هذا أنه ثقة في النقل والشيعي يسمع، وهذا كذب باعتراف علماء الشيعة. شمر بن ذو الجوش كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هل هو ثقة عندك؟ من؟ الشمر قاتل من قال الحسين. لك أنه صاحب أمير المؤمنين؟ ليه ما كانش في جيش أمير المؤمنين ومن أصحابه؟ علي بن أبي طالب؟ مو عبد الله رد على قدر سؤالي، هل معنى هذا أنه ثقة؟ يا عم رد على قدر سؤالي، هل معنى أنه صاحب الإمام أنه ثقة؟ هذه ليست صحبة، هذه ليست صحبة كما عبد الله ابن أبي كان من أصحاب هذا هو التناقض. إذن يا أستاذ الفاضل، إذن أسقطنا أول قول لديك أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين، فمعنى هذا أنه ثقة، ده لأنك أنت تدعي كذبا، تمام. ثانيا انت بتقول ان هذا الكلام عاصم ايش توثيق عاصم؟ اتفضل بحق، ده انا نسيت عاصم ايش توثيقه في كتب الشيعة؟ اتفضل. كلهم ثقات. اديني توثيق عاصم اديني توثيق عاصم وعبد الرحمن السلمي، اديني توثيق عاصم في اي كتاب ذكر. ما حق عاصم الان اين توثيق عاصم؟ اسمعني الان، لا مش الان، احنا هنهرب وناخد بمزاجنا. وعبد الله السلمي اصلا حتى اسمعني يا استاذنا الفاضل يا استاذنا الفاضل يا استاذ احمد السلام، مش انت راجل علامي زمانك؟ الان انت ادعيت ادعاء كاذب مزور، لم يستطيع الشيعة اثبات ان حفص اصلا كان شيعيا، تمام، ولكن قال لك من اصحاب امير المؤمنين وليس، وعندك الادله في ذلك وذكرتها في حلقات من اين تاخذون دينكم، ليس معنى انه من اصحاب امير المؤمنين انه ثقه، تمام، ولكن لانكم فاشلين في اخذ سند للقران فادعيتم ذلك. عاصم ايش توثيقه في كتب الشيعة؟ انت تمتلك سند للقران؟ انت تمتلك سند؟ عاصم ايش توثيقه؟ انت تمتلك سند وتتبع هذا السند؟ اخر مره هسال هذا السؤال، عاصم ايش توثيقه؟ عاصم من الشيعة، دليلك يلا في اي كتاب، وقرانا لنا كده نفتح الكتاب مع بعض، نفتح مكتبة الشيعة. نعم، أعيان الشيعة للشيخ الأمين. يا عم برضه يا عمي أنا بفتح دلوقتي مكتبة الشيعة. اصبر بس عشان نفتح معاك. اصبر. للشيخ الأمين. اصبر. الجزء السابع. صفحة 407. يا أخي اصبر. ماذا اسمه إيه؟ عاصم. عاصم إيه؟ لا تقرأ له. اسمه عاصم إيه؟ عاصم ابن أبي النجود الكوفي. عاصم ابن أبي النجود، تمام؟ نعم، ممتاز. أعيان الشيعة للأميني الجزء السابع صفحة 407. وعاصم بلا كلام من الشيعة. وعاصم ايه؟ بلا كلام من الشيعة. أولا الرحمن السلمي الذي قرأ من الإمام علي. يا أستاذ الفاضل، أعيان الشيعة ذكره قدام الناس، بيقول حكى في طبقات القراء وروى أحرف من خلال مش عارفة كذا كذا كذا. فين عاصم هنا؟ أنا مش شايف عاصم خالص. أنا قاعد أعطيك المصدر، الجزء السابع الصفحة 407. صفحة وهذه مقولته عاصم بلا كلام من الشيعة، وقرأ عن عبد الرحمن السلمي الذي قرأ من علي ابن أبي طالب عليه السلام. اصبر يا حبيب الله يستحق. أدي الشاشة قدام الناس، آسف يا أحب. لا أنت ما تمتلك كتاب ما تمتلك. أدي الكتاب أعيان الشيعة قدامكم إخواننا الأحباء. لا كتاب مجلد بين يديك. تمام. أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين. تنقلون من المواقع. تمام. أدي الكتاب. أنتم شراتكم تنقلون من المواقع. هنكتب هنا كده في البحث. هنكتب في البحث كده عاصم مجلد ابن أبي النجود. ماشي، عشان أوريكم بس الشيعة كيف تكذب إخواننا الأحباء. هنيجي كده في معجم رجال الحديث الجوهري، ماذا قال فيه أولا؟ ادي عاصم بن ابي اصبر يا ابني. عاصم روى روايه منها، مش ده طبعا. عاصم ابن جود الاسدي مجهول. ده مين؟ معجم رجال الحديث كذب. وعاصم بلا كلام من الشيعة وقرأ.
آدي المفيد في معجم رجال الحديث يقول عنه مجهول. عشان أوريكم بس كيف يكتب الشيعي الاثنى عشر قدامكم إخواننا لحبه. تمام؟ تاني واحد عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود الكوفي أحد القراء السبعة، وقراءته عن طريق حفص معروفة مشهولة، وكل ما رأيناه في المصاحف القديمة والحديث كدروس مخطه متحد مع سابقه. يعني إيه إخواننا الأحبة؟ ها؟ مجهول أيضا، أو هو الاثنين دولت شخص واحد عند الشيعة الاثنى عشرية. عشان بس الأستاذ أحمد السلام البطل بيقول لك هذا شيعي اثنى عشر، ده مين؟ ده المفيد في معجمه. نرجع تاني إخواننا الأحبة بارك الله فيكم خطوة كده الورا عشان نجيب تاني من تحدث عنه. ادي كتاب أعيان الشيعة، تمام، ليه؟ محسن الأميني. أعيان الشيعة لما تكلم إخواننا الأحبة حفظكم الله، ادي الجزء الأول صفحة 131. طبعا ده بيدي مصادر من راسه زي ما احنا بنشوف كده، بيدوا المصادر من راسه وخلاص. ادي على الشاشة أعيان الشيعة، نشوف كده عاصم، كلمة عاصم فين في الكلام اهو. قرأ عاصم على ابي عبد الرحمن السلمي في مجمع البيان، قرأ ابو عبد الرحمن على امير المؤمنين، وفي المعارف لابن قتيبة ذكر اصحاب القراءات ابو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن حبيب من اصحابه علي، لم يقل انه شيعيا، وكان الشمر من اصحابه علي، وكان مقرئا ويحمل عنده في تهذيب عن الواقدي، شهد على صفين ثم صار عثمانيا. ما شاء الله، ده كان أبو عبد الرحمن السلمي عثمانيا، وهذا شيء انفرض به والاعتبار يكذبه، وهو الذي علم بعض ولد الحسين عين سورة الحمد. ما شاء الله، ده مين؟ ده عبد الرحمن السلمي المفروض علمهم سورة الحمد اللي هم الأئمة المعصومين، فأعطاه 1000 دينار وحمله وحشف إلى آخر الكلام. فين تاني عاصم ابن بهدلة ابن أحد القراء السبعة تابعي، عده ابن النديم في الفهرس من القراء السبع في الطبقة الثالثة من الكوفيين، قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي القارئ على أمير المؤمنين، ولذا قراءة عاصم أحب القراءات إلى علمائنا. تمام، نص على تشيعه وأنه كان مقتدي الشيعة الشيخ الجليل الرازي. تمام، قال لك كان شيعي، مين اللي قال كان شيعي أصلا؟ قال لك الفخر الرازي هو اللي كان بيقول كده، يعني الفخر الرازي هو اللي قال كان شيعي، لكن الشيعة ما اعترفتش أنه هو شيعي. بالله عليكم إخواننا الأحبة، أنا بسأل السؤال الجوهري، بالله عليكم ده كذاب ولا صادق؟ قسما بالله لا يملك الشيعة قراءة. تعالوا بقى نشوف الفضيحة الكبرى اللي أنا كنت عينها له، هو لسه معانا على الخط طبعا بس إيه بيكلم نفسه. تعالوا نشوف ماذا يقول الميلاني، ماشي، في كتاب الاعتقادات، بظهرلكم على الشاشة إن شاء الله، بس على الله يكون الكتاب موجود. آسف، طيب آدي الميلاني يعمل بس البحث. طيب ادي، شوف على الشاشه مره تانية اخواننا الاحبه، انا طبعا شايل الكتاب عشان تشوفوا براحتكم. يعني الميلاني سيد علي الميلاني جزء 40 في صفحه 40 كما يظهر على الشاشه امامكم اخواننا الاحبه حفظكم الله، ماذا يقول؟ يقول حول جمع القران الموجود، انه لم يكن لائمتنا عليهم السلام دور في جمع هذا القران الموجود، إلا إنهم كانوا يحفظون هذا القرآن ويتلون هذا القرآن ويأمرون بتلاوته وبالتحاكم إليه وبدراسته، ولا تجد عنهم أقل شيء ينقص من شأنه. يبقى إذن كيف هناك قراءة ولم يكن لأمتك دور أصلا في موضوع جمع القرآن الكريم؟ بس ده اللي إحنا بنقوله أخواننا الأحبة، ونرجع عليكم مرة أخرى. فضل يا أحمد السلام، إيش توثيق الآن عاصم وأبي عبد الرحمن عاصم ابن أبي النجود؟ يلا رد عليك المفيد، وانت كذبت وقلت ان وثقوا الأميني والأميني ما وثقوش، ده قال ان الفخر الرازي يقول بتشيع. فضل يا أحمد، رحت فين؟ قفل الخط أحمد، قفل الخط.